راحت فين؟ يخرب بيتك راح تجيب شوكة. لا انت ربنا معاكي بقى، يخرب بيت سنينك. اهلا وسهلا بيكم. النهارده الفيديو بتاعنا عبارة عن تحدي اكل الاندومي من الراجل الكوري. اتمنى دعمكم بعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة. يا عم انجز، لسه هيرفع لك الشوكة اوريها لك. عارفين يا عم، كل حتى لو بايدك انجز بس. انا على سوين. لا انت ربنا معاك بقى. شوف مع الصوت، هو الاكل ده بيروح فين؟ طب ايه؟ طيب لا، هو الاكل ما تفهمش بيروح فين. اكل نازل حته واحده على طول. لو شوف الصدمة، الصدمة بتاعته. أيوه هيجيبه هيجيبه هيجيبه. ها مين أسرع مين أسرع؟ لا يا جماعة عايز رأيكم بقى، مين أسرع من مين في دي؟ مستحيل، هو في واحد سابقه أهو. أيوه 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 أيوه. ها ها ها. برضه سابقه، برضه. يخرب بيت سنينك يا جدع. لا لا، بس بص رد فعل عامل ازاي؟ تعمل كده. هو ده من جاي من كوكب اخر ده ولا ايه؟ خرب بيت سنينك. طب حتى ابلع ريقك. ده بايده بقى على طول بقى. ده خلاص بقى جاب ايه؟ جاب التايهه. برضه هيسابقك برضه. يعني معلش، تعود المرة الجاية. ايه ده اللي حاطه على دماغه ده؟ يخرب بيت سنينك. لا هو سابقه على فكرة. هو انت لسه هتجيب الشوكة وتفكري. يلا بقى الدور الجاي بقى. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، يا ريت تدعموني بعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، واستنوني بدا الدنيا كتير. مع السلامة.